حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. بعدين يا اسطى معروف، الناس دي مش جايه ولا ايه؟ انا ابتديت اقلق. ما كفاك لوكلوك يا قرد، البنت مش متقفل عليها تمام يا عم. بالضبه والمفتاح، بس لو جدع صاحبك ده طلع عنده حق، وابوها المحبوس ده ما عبناش بمليم، هنعمل ايه بقى؟ ابوها المحبوس ده لو باع عربياته بس هيجيب حقها، وعليها الحرام من ديني لو ما جابوا الفلوس في ميعادها هكون مخلص لهم على البنت.
هي موتها الله اكتر يا اسطى. روق روق يا اسطى، ما احنا لو خلصنا على البيت مش هينوبنا حاجه خالص. لا روق انت يا قرد، انا ما يهمنيش البوليكه دي غير دم رضا اخويا اللي عملوه معاه الصغير ده. ما يخلصش الا بالدم. لما خلصت على الدكتور هخلص عليهم واحد واحد، فاهم انت ولا ايه؟ فاهم يا اسطى بس يعني خلاص بقى يا قرد، الكلام مات. الله يرحمه. هما امينه وياسين وصلوا ولا لسه؟ مأخرين نفسهم شويه لحد ما نوصل احنا الاول. بقولك ايه؟ نعم. الرجاله اللي معاك دي هتعرف تسد ولا ايه النظام؟ ما تقلقش يا مستر الفي، دول يعملوا اي حاجه عشان خاطرك. شوف والله انا حاسسهم اول ناس هتجري. ما تقلقش يا ريس. امينه انا مش عايزك تنزل من العربيه. اول ما الفي وفريد يطمنوكي على هاله اللي بيجي يمر العربيه وانا هسيبها دايما. انا عايز اشوف وشه. وش مين؟ معروف؟ ليه؟ ليه؟ مش هو ده اللي قتل احمد؟ مش هو ده اللي بيهددنا وبيهدد بنته؟ مش هو ده اللي خطف هاله؟ انا ما اعرفش ردك فعل ممكن تكون ايه. أنا عارف إنك متضايقة، بس أنا مش ممكن أسيبه يؤذيك. بس أنت ما فكرتش إنه ممكن يعمل كده. خطر في بالي إنه ممكن يتصرف من دماغه. إنما لما سألني على الدكتور أحمد، حاولت أبعده عنه. مش عارف إنه ممكن يتصرف من ورايا. من ورا؟ أيوه. مش عارف ان ممكن يقتل او يخطف هاله. على العموم اول ما تطمني على هاله اقلبي له. اوكي فلوسك ايه يا معروف؟ موظفة جديدة دي يا باشا؟ مالكش دعوة. هلا فين؟ لا هلا مين؟ اطمن الأول. مش سهل برضه يا باشا. مش سهل ازاي يعني؟ معروف أنت عارف إن أنا مش كذاب ومش قاتل. أنت اللي عايز تتصرف من دماغك. أنا قلت لك أنا هجيب لك حقك. بس أنت عايز تعمل اللي في دماغك. النتيجة ايه؟ خاطف البنت وقتلت الدكتور والبلد كلها مقلوبة عليك. ليه يا معروف؟ ليه؟ ليه؟ انت كويس يا معروف؟ ليه؟ ايه الكلام الاهبل ده يا باشا؟ مش انت اللي قلت لي هقول لك على مكان الدكتور فين؟ قعدت تقول لي هقول لك هو فين هو فين، وطلعت في الاخر بتنيمني. انا كنت بهديك، عايزك تستنى، بس انت ما استنيتش. فضلت تدور على الدكتور، تدور على الدكتور، مش كده؟ ايوه كده. كنت بجيب حق رضا. حق رضا؟ حق رضا؟ حق رضا بالدم. يبقى خلاص الفلوس دي ملهاش لازمه. هتفكك من الحوارات دي يا معلم معروف، وخلينا ناخد الفلوس ونهبق من هنا. فلوس ابن بشارات خلينا نخلص. مستعجل ليه؟ استنى. انا عايز اعرف انت عرفت عنوان الدكتور ازاي؟ We'll be right back.
كويسة يا يالا؟ فريد انت تمام ولا ايه؟ كله تمام. الرجالة كله تمام ولا ايه؟ كلهم تمام يا ريس. يالو. هلا معانا. طيب اوكي. ما خلصنا يا باشا. يا حكاية. الشنطة. الشنطة يا باشا خلينا نمشي. ماشي يا معروف. استنى عندك. انت مش هتمشي من هنا غير لما اعرف انت ليه قتلت احمد ابو العيلة. امينة ارجعي العربية. يا سيما من فضلك. امينة. انت مرات الدكتور صح؟ ايوه انا. قتلته. قتلته عشان قتل اخويا. انت فاكر انك كده بتاخد حق اخوك؟ اخر حاجة اخوك كان نفسه فيها انك ترمي نفسك في السجن. ربنا يستر اخويا على لسانك. معروف. معروف. امينة. فلوسك اهي. تقدر تاخدها. يلا يا امينة. فلوسك يا معروف. الحق يا معروف. والفك. فكه؟ انت بتستغفلني يا ابن الاكابر؟ اثبت مكانك يا معروف. حق رضا هيجي على حق. ياسين! ياسين! ايه اللي انت عملته ده؟ يعني انسة هالة معروف هو اللي قالك انه قتل الدكتور احمد؟ ايوه قال انه بيعمل كده عشان اخوه الصغير اللي مات زي ما خطفني عشان يهدد بابا، وقال كمان انه هي بعت حد عشان يهددكم بسلمى. احنا متشكرين الحمد لله على السلامه. يعني بصراحه مش عارف اقول لك ايه يا استاذ، اللي عملته ده اسمه تعدي على شغلنا، كان ممكن جدا حياه الانسة تروح. ما كانش قدامي حل تاني، بعدين خوفنا معروف يأذيها. حضرتك هتشهديه في النيابه بكره، وبعد اذنك هتحفظ على جواب التهديد اللي جالك من معروف. ايوه طبعا. انا بس كنت عايزه اسالك انتوا هتعملوا ايه مع معروف ده؟ واحد زي ده اكيد هيبقى عايز ينتقم مني، واكيد هيحاول تاني ورا سلمى. عشان كده كان لازم تبلغونا في الاول. على المهم ساعتك ما تقلقيش، اكيد النيابه هتعين حراسه على حركه على الاستاذ ياسين وعلى سلمى كمان بعد اذنكم. هلا، انت كويسه يا حبيبتي؟ سرحانه في ايه يا ماما؟ في بابا. هيعملوا في ايه دلوقتي؟ ما حدش عارف يا حبيبتي، اديكي سمعتي لسه بيحققوا معاه. انا اسفه يا امينه على اللي بابا كان عايز يعمله. مفيش داعي تتاسفي، انت مالكيش ذنب في اي حاجه، المهم ان انت تبقي كويسه دلوقتي عشان خاطري، ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي. انتوا بقى عايزين حاجه تاني؟ مش خلاص اطمنتوا على هاله؟ اطمنتوا على البنت اللي تسببتوا في خطفها؟ اتفضلوا. متشكرين قوي ماما. مدام ماجدة، مدام امينه كانت هتضحي بنفسها عشان هاله، ما حدش فينا السبب، ما حدش كان عايز ده. انت بالذات تطلع بره، وانا حذرتك قبل كده ما تجيش هنا تاني. ياسين من فضلك هاله، لو عوزتي اي حاجه كلميني. اوكي انا اسفه. ايه ده؟ كل ده بيت؟ طبعا يا حبيبتي، يا دوبك يكفيني انا وانتي وسلمى وفريق الكوره اللي هنجيبه. فريق الكوره اللي هنجيبه؟ ده انا مش حامل ولاده واحده. ليه يا حبيبتي؟ انا رحت فين؟ هفضل جنبك في كل حاجه. هتعمل بدالي يعني ولا ايه؟ لا طبعا، بس اكيد هشيل عنك اي حاجه تضايقك او تقلقك، اي وجع او خوف من بكره. انت عشتي خايفه كتير قوي يا امينه، بس خلاص الوقت ده راح. انت عارفه انا لسه مش عارف احط الكتاب بتاعك فين. انا بفكر ابنيه رف لوحده في اوضه المكتب. اشمعنى؟ اشمعنى؟ انت ناسي ان الكتاب ده سبب معرفتنا ببعض؟ انا كتبت جواه وبين سطوره كل لحظه قريناها سوا، وعلمت على احلى ما فيه، عشان لما يجي وقت ونزعل فيه من بعض ابعت لك جواب بين السطور. احمد من فضلك،
فضلك انا العهد عمل لي مشاكل كتير قوي في حياتي، مش عايزك تتاذي بسببه، عشان خاطر ارمي النسخه اللي معاك. اكيد مش هيحصل، وراهنك هيجي وقت انت بنفسك هتدوري على النسخه دي. الحمد لله على السلامة. بصراحة أنا مش فاهم إيه اللي بتعمليه ده. ما كانش ينفع أسيبه يأذي سلمى أو هالة، كفاية قوي أحمد. معرفش ده اتعلمنا منين هو كمان. ماشي ورا كتابك خطوة بخطوة، معقولة ده كلام؟ ورا كتابي؟ طب أنت تعرف يا أستاذ محمود أنا قابلت ناس كتير جدا مشي ورا كتبك كلها، كل كتاب فيهم صدقوا كلامك فوق ما تتخيل. شباب صغيرين في مصر وإنجلترا كل فكرة كنت بتتكلم عنها كانوا بيصدقوها منك. مستغرب ليه دلوقتي؟ عشان أنا مش أنت؟ عشان حضرتك أستاذ محمود العربي أحسن واحد في الدنيا وأنا مجرد بنتك مش أكتر؟ لا طبعا، أنا وإنتي فاهمين كويس أوي. أنا لما بكتب في الفلسفة ولا الحب بكتب بالعقل مش بالجواي. قصدك إن الكتاب بيقول اللي جوايا؟ إن اللي فيه مش حقيقي؟ لا أنا أقصد إن أما ياسيني قلت كتابك بالظبط عن أمير مجنون بينتقم يبقى غلط. افهميني يا أمينة، ياسين من غير الكتاب بتاعك ده ما كانش هيبقى أي حاجة. ألو؟ ازيك؟ ازاي هالة كويسة؟ طب كويس. بصي كنت عايزة اسألك على حاجة، نسخة الكتاب اللي جبتها لي ناقصة، زي ما بقولك كده ناقصة، فيها كلام كتير ناقص الفصل الأخير. طيب ماشي، أنا قلت يمكن انت قصيتي منه حاجة. طب لو عرفتي توصلي لحاجة قوليلي. أنا هنا في الجاليري عند حياتي. حاضر حاضر، أسلملك عليه. مع السلامة. ماشي ماشي، مع السلامة. لو موزة حلوة سلميلي عليها، دي مش حلوة خالص. هو أنت مودك اتقلب عشان شفتيني؟ وأنا مودي يتقلب لما أشوفك ليه؟ حد يشوف عمر الألف ويتضايق؟ اخر جملة دي مش طالعة من قلبك. بص انت حر تصدق اللي انت عايزه يا ألفي، بس انا ما اكدبش. كليو انت وحشتيني. انا اسف، انا حمار كده ما بفكرش قبل ما اتصرف. بص مش ده الموضوع. بقولك ايه، الكلام ده مش لازمة. له لازمة، ما بحبش اعمل مشاكل لحد، وما بحبش اعمل مشاكل بين واحد وصاحبه. صاحبه حاتم، هو قال لك ان في مشاكل ما بيننا؟ ما قاليش الا كل خير عنك. اهلا الف، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. تمام زي الفل. طب انا حساس بقى، اسمك ماله ده فيه؟ انت قلت له حاجه؟ ما قلتلوش حاجه، بس انا حاسه ان في تحدي بينكم انتوا الاثنين، زي ما تكونوا كل واحد بيخلص طار صاحبه فيا. مفيش الكلام ده خالص على فكره، ولا في طار ولا في حاجه. لا في، انت شايف انت بتتكلم عنه ازاي؟ سامع نفسك بتتكلم عنه ازاي؟ زي ما يكون واحد اخوه وسابه ومشي. كل واحد حر، هو حر يعمل اللي هو عايزه، مفيش حاجه يعني. ايام تتبعها ايام والامير لا ينسى، الأمير يزداد قسوة.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. نورت سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل فندم. اتفضل يا سيدي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. هي هلا موجودة؟ اتفضل. استاذة هلا فوق. صباح الفل على أحلى لولو في الدنيا. For you. Thank you. حلو قوي. عاملة إيه كده؟ تمام. مالك؟ مفيش. ياسين ما بيردش عليا من ساعة اللي حصل ده. معلش هو مشغول اليومين دول. ألفي مدام ماجدة جيت تطمن على هالة النهاردة. أهلا بيك. ميرسي خالص مدام ماجدة. مش محتاجة أفكرك. لو محتاجة أي حاجة أي حاجة أنا مكان منصور بيها. Thank you very much. Merci خالص. Merci. الجرايد يا فندم اللي حضرتك طلبتها. شكرا يا فاروق. فريد ابو العيله وصل المعمل؟ لا لسه يا فندم. تحب حضرتك نكلمه؟ لا 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 مفيش مشكله انا هكلمه. بس انا عايزك تكلم مكتب حسين علام وتحدد لي ميعاد معاه ضروري. تحت امرك يا فندم. بعد اذنك. اتفضل. عايزك تفكري في موضوع المستشفى تاني. انت عارفه صحتك غالي عليا قد ايه. مستشفى ايه؟ اخوك وراح مني وانا زي ما انت شايف لا حول لي ولا قوه. ماما الزعل ده والقعده كده مش هترجع احمد تاني. انت عارفه ان هو لو كان مكاني ما كانش سابك ابدا. فعلا ما كانش سابني ابدا. طول عمره كان حنين عليا. بعدين يا ماما هفضل لحد امتى بالنسبه لك اللي ملوش لازمه واللي ما بيعرفش يعمل اي حاجه؟ تفضلي انت تعانيني كاني ولا ابنك ولا تعرفيني. يا ريتني كنت انا اللي مت بدل احمد. ما تقولش الشر عليك يا حبيبي. ما تقولش كده. ده انت ابني وحبيبي. ده انت حته مني. انا بس اللي بيزعلني منك انك بتكتب في نفسك وما بتتكلمش. انا كل اللي عايز تشوفه ان انا بضحك وبمشي على رجليا. لكن لا يا فريد أنا عايزة أتسند عليك يا ابني.
صباح الخير يا دكتور. انت عايز ايه يا ياسين؟ عايز تخرب الشركه؟ مش هيحصل. اوعى تفتكر ان شويه الورق اللي انت قاعد تهددنا بيهم كل شويه ولا اتفاقك مع منصور ده هينفع. انت مجنون. انت ولا دكتور ولا تنفع تمسك مؤسسه زي دي. انت بتفهم في ايه اصلا؟ انا افهم ان استحاله اموت بني ادمين والمفروض ان اسمي بعالجه، مش كده؟ كده احنا ملناش دعوه بالكلام ده. انت مش هتضحك علينا زي ما ضحكت على منصور. على فكره انا عاجبني خيالكم قوي بصراحه، بس محدش فيكم فاهم انا عايز ايه، انما انا عارف انتوا عايزين ايه. انتوا عايزين تطمنوا على روحكم، تروح تلاقي بيتك، لو زهقت تلاقي الشاليه بتاعك موجود، فلوسك في البنك، عيالك في المدرسة، عربيتك، اطمنوا كل ده هيفضل زي ما هو. بس انا بقول لكم اهو، اللي هيكون في صفي مش هيخسر ابدا، بالعكس هيكسب وهيكسب كتير. منصور وافق وصلته لبروفيت، رجع في كلامه اتسجن. انا احسن حاجة حصلت في حياتكم. انا قاعد، انتوا اللي خافوا على كراسيكم، دي فرصة ما تضيعوهاش. شكلنا كده اتفقنا. شكرا. إن صفحة الداء والدواء قد طواها الأمير، وضعها وراءه كماضي من الظلال، وهو في طريقه لمملكته الثانية. الصوت والصورة، مملكة كل ما تراه من عين، حقائق زائفة، كل ما تسمعه من أصوات، كذب وافتراء، شعب من العالم تحكمه رايات المصالح، وإعلام يضع الحروب من أجل أسواق الأسلحة، والملك وحده المستفيد. أيها الأمير ادخل. صباح الخير. صباح النور. البقاء لله. لما جالي الخبر أنا كنت مش في مصر. ولا يهمك، تفضلي تشربي ايه؟ لا متشكرة جدا، مش عايزة أخرك خالص. أنا بصراحة كنت مستنية إنك تيجي تزوريني تاني زي ما اتفقنا، بس ده ما حصلش. قلت أكيد حصل خلاف بينك وبين أحمد. لا أبدا، أنا فعلا كنت ناوية أجي أزورك. أوي أوي، تشرفيني في أي وقت. قولي لي يا أمينة، مفيش أخبار عن منصور المليجي ولا عمله؟ لا مفيش. أنا سمعت كمان إن بروفيت طرف في الموضوع وإنه هيأجله نزوله السوق. سمعت كمان إن أحمد كان بيعمل الدواء عن طريق العيانين في المستشفى. أنا أسفة، مش قصدي أضايقك. لا مفيش داعي للأسف، الحقيقة ملهاش أعذار. وعموما الله يرحمه، وإذا كان على منصور المليجي كفاية عليه قوي اللي هو فيه. ده حقيقي. أنا سمعت كمان إن أكسم اتنقلت فجأة وبقدرة قادر لياسين كامل. ياسين؟ هو حضرتك تعرفي ياسين؟ مش قوي، اتقابلنا من سنين في باريس، كان بيدرس حقوق هناك وكان بيشتغل في كافيتيريا، كنت أنا وجوزي بنروحها كتير. تعرفنا عليه هناك وجوزي حكى لي قصته. قصته اللي هي أهله اتسرق فلوسهم وإن منصور المليجي هو اللي سرقهم، مش كده؟ منصور؟ لا القصة مش كده بالظبط. ياسين كامل عيلة والده ووالدته كانوا من البشوات، كان ليهم علاقة قوية جدا بالقصر هنا، وكمان كان فيه صلة نسب، وكان عندهم أراضي وفدادين ومزارع بتاعتهم وقصور كبيرة كمان، بس مش عيلة المليجي كانت هي السبب. يمكن أعتقد عيلة ياسين كامل في الوقت ده اتأذوا جامد جدا في الخمسينيات والستينيات على إيد محمد علام. محمد علام أبو حسين علام اللي بيشتغل في الميديا، جده مش أبوه. ولو أنتي مهتمة فعلا بالموضوع ده أنا ممكن أجيب لك جرايد ومجلات قد كده، أصل عادل جوزي غاوي الموضوع ده من زمان، فاعتبريها هدية مني ليكي. يا ريت، أحب أبص عليهم. كده يبقى أنا خلاص أخدت منك ميعاد، يبقى كده في زيارة تانية بينا وبين بعض. هجيب لك الحاجات دي هدية مني ليكي، تقعدي بتشوفي الحاجات دي. متشكرة، واعتبري ده وعد. قولي لي يا أمينة، إيه أخبار سلمى؟ كويس، عند جدتها. أمينة أنا عارفة إن إحنا ما نعرفش بعض قوي، إن حتى اقترح عليكي حاجة زي دي، بس أنا شايفة إن إنتي ممكن تقربي لسلمى أكتر الفترة اللي جاية. ليه بتقولي كده؟ ساعات في مواقف بتحصل في حياتنا جايز يكون موقف صعب، بس بعد كده يمكن بنكتشف إن الموقف ده شايل لنا حاجة أحسن. مش عارفة ليه عندي إحساس إن في رابط بينك وبين سلمى إنتي مش واخدة بالك منه.
وبقاء لله مرة تانية. شكرا، مع السلامة. ايوه اسمع. ايه؟ ما تزعليش يا ستي، نبقى نتغدى معاها يوم تاني. طيب معلش. وبعدين انت عارفه هي ست تعبانه وظروف وكده. طيب نقفل، هبقى اكلمك بعدين، اوكي؟ طيب معلش، ماشي، باي باي. والدتك لسه تعبانه؟ لسه تعبانه، مش عايزه تنسى بس. يعني وبعدين مش عايزه تقعد مع حد، وكل ما اتكلم معاها تقولي انت ما عندكش احساس. انا بس اللي مضايقني ان المشكله النفسيه دي لو طولت اكتر من كده العلاج هيطول. وهي رافضه طبعا موضوع المستشفى ده خالص. عايزه تقعد مع سلمى. انا صحيح خلصت التحقيق بتاع النيابه. وبعدين احمد بقى الله يرحمه لبس كل حاجه. انا لبست اخويا ياسين. انا اسف يا فريد، اسف. فريد دي عينه الدم بتاعت رضا. حسب تقديرك كده احنا قدامنا قد ايه عشان نوصل للعلاج؟ مش متأكد بس لازم نشتغل بسرعة. الناس فعلا في المستشفى حالتها بقت سيئة جدا. طيب أنا متأكد إنك أنت هتعرف تتصرف. أنا عندي مواعيد بره، أشوفك بعدين. طب ياسين أنا بس عايز أغير مكان الشغل، أنا عايز أرجع لمستشفى تاني. ليه يا فريد؟ على حد علمي من المعامل هنا أحسن. عايز بس أبقى في وسط الناس وزمايلي اللي متعود أشتغل معاهم. يعني في مكتبي هيبقى أحسن. ماشي. ماشي. أنا هنقل كل حاجتك هناك. حاجة تانية؟ مية مية. سلام. سلام. انزلي يا اختي. انا لما فتحت المكان ده يا حسين بيه كان كل اللي في دماغي ازاي احافظ على سمعته وسمعه الناس اللي بتسهر هنا وسمعتي انا. المسخره وقله الادب اللي انتوا عاملينها دي ما تنفعنيش، وبعتبرها اهانه للمكان وليه انا شخصيا. عاوز تقعد تقعد باحترامك. الفي اللي انت بتعمله ده اسمه قله ادب يا حسين يا علام. لاخر مره، يا تقعد باحترامك يا تتفضل من غير ما ترد. ماشي يا الفي، انا همشي يا الفي، بس والله انت هتندم. تمام. سيبهم